عديت برشا حبس فهمت، وبعد نبع علي يا ربي شديت خدمة في عزيزة هنا ساقي تقصد فهمتي، ما ضربة صباط فهمتي، تو ما عندي حتى مدخول أنا باش نخدم فهمتي، نجي المعتمدية ما تعمل لي شيء، نجي الولاية ما تعمل لي شيء، ملي كانت الولاية المرأة الأولى فهمتي، وبعد جاي الولي الثاني، وبعد هو طول الولي هذايا تاع السواق فهمتي ولا هنا فهمتي، هاو باش نقفوا معاك شكري باش نقفوا معاك، وما يلقي حتى شيء، ريتي تعبت انا، اخزر يدي كيفاش تعبت، ما وقفتش معايا انا معتمد ولا ولي، هما رئيس الدولة قابلته وانا سي قيس سعيد هنا فهمتي، قال لي الدولة ما فيهاش فلوس، ونقول صوتي نوصلوا له انا سي قيس سعيد، راك قلت لي الدولة ما فيهاش فلوس، وانا سكورت راه دزني هنا، طيحني سكورت وهو معاه، فهمتي وهو يسمع بيا، فهمتي اللي هو رئيس الدولة كان هنا في البلدية يجي ياخذ معانا ويقعد معانا، وتو ما عمل لنا شيء، ما عمل لنا شيء، وانا ساقي مخصوصة كاي معاق، ريتي جريت جريت عييت، يدي تابت تخزري كيفاش. فهمتي وزاد هي رجعت لي تو مره اخرى باش نعمل عمليه اخرى على ساقي فهمتي، ما وقفوش معايا جمل، نمشي للولايه نقول لهم على كشك يقولوا لي ما فماش، نمشي على رخصه تاع قمرك يقول لي ما فماش فهمتي، وبرشا مواطنين انا راهم تعبين فهمتي، علاش انا ما يعطونيش انا مشروع نخدم به، علاه مادام ساقي تقصت هكا، وبرشا مواطنين انت تدخلي لهم من ديارهم تشوفي كيفاش لم ترضى تصب عليها مو واحد. يعني مطالبك كان تلخص هي؟ انا مطالبي انا طالب ريتي، طالب من الدوله تعاوني فهمتي، يعاونوني في مشروع فهمت، وما حدش بحد شيخ يعملوا لي مشروع فهمتي، ويعطوني الدار اللي قدمت مطلب.